أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إلهي، إني أسألك أن تصرف عني كيد هؤلاء النسوة، وأن تخيب مكرهن خشية أن أصبو إليهن فأكون من الجاهلين الظالمين. هذا ليس من الإنصاف في شيء. لقد اشترتك زليخة بمالها ونمى حبك في قلبها طوال سنوات، وها أنت تظلم نفسك بعصيان أوامرها. لن تجني من تمردك سوى السجن. كنا على ثقة بأنني لن أستسلم لزليخة أبداً، لأنني إذا طاوعتها فيما تطلبه أكون بذلك قد عصيت ربي. لا بأس عليك، إذا اختر واحدة منا، لأن طوقنا إلى وصالك لا يقل عن شغفها بك. ما أسفهكما من امرأتين! إذا كنت قد صددت السيدة زليخة ولم أطعها في المعصية مع ما لها علي من إحسان، فكيف سأطيعكما وأنتما أجنبيتان؟ وجهك المحبب والحنون يدل على قلبك المرهف، وليس من شيم الأكابر أن يصد الوليين بحبهم. إذا كررتما على مسامع طلبكما الدنيء من جديد، فسوف أجهر بالسوء من القول لألعنكما على مسمع من الخلق. يبدو لي أن الموقر يوزر سيف قد وطن نفسه على تحمل أصناف العقاب. كن على ثقة بأننا ومعنا زليخة لن نكف عنك حتى ننال منك ما نريد، وإذا لزم الأمر فلن نتردد في أن نمضي بعقوبة السجن بحقك. هيا، هدية مولاتنا. من تربى في حجر الأنبياء لا ينخدع بمكر العبثات ولا يضره كيد عابدات الهوى أبدا. الطائر القدسي الذي يحلق في ملكوت الله لا يقع في الشراك المنصوبة للغراب والحدأة. فليحيا عالي المقام يوزر سيف. إياك أن تنحني أمامي ثانية لميسابوه. في الواقع سيدي، لقد تعودت على ذلك لا أكثر. تعلمت منذ أن كنت طفلا صغيرا أن أنحني أمام الكبار. اسمع، الذي يجب على جميع الخلائق أن تنحني أمامه لست أنا. إنه حقا جدير بأن يعظم. ماذا تريد؟ أنا لا أريد شيئا، ولكن ماذا أردت أن أقول؟ ماذا؟ لقد تذكرت، أردت أن أقول لك سيدي أن النسوة التي خرجنا من حجرتك قصدنا من فورهن السيدة زليخة. بديهي، فهي التي أرسلتهما لكي يجبراني على أن أمكنهما من نفسي، والآن ذهبتا إليها لتستعرضا إخفاقهما أمامها. قل لي نيميسابو، هل تعرف لأي شيء تستعمل هذه المناديل؟ لماذا جعلت المناديل تحت قدميك سيدي؟ إنها علامة الرغبة فيك. أي امرأة أرادت أن تبدي لرجل رغبتها فيه نولته واحدا من هذه المناديل أو بعثت به إليه، لكنك جعلتها تحت قدميك يا سيدي. ليت أحدهن كانت تلحظني بطرف عينها فتبعث إلي بواحد منها. حسنا، فهمت، لقد فهمت. علي الانصراف، لا بأس، سأكف عن الكلام الذي لا طائل منه، سمعا وطاعة. ولكن يا عالي المقام، ما تفعله يجافي أصول التعامل مع الحسنوات.
فقدنا الحيل ولم نقدر على ترويضه. لو كان حجرا لرق قلبه لحالي، لكن يوزر سيف أصلب من الصخر الأصم. لقد ذهبت جهودنا سدى. لن ننال مرادنا. حسنا، وكيف تنصحنني أن أتصرف؟ أما من سبيل إليه؟ يوزر سيف يجب أن يسجن، إنه سبيلنا الوحيد. السجن؟ إذا دخل السجن سيعرف قدر نعمة البلاط الذي يقيم فيه. متى ذاق طعم الحبس سيذعن لك ويطيعك فيما تأمرين. لكنني لا أطيق هذا الأمر، سوف يحول السجن بيني وبينها. إذا كنت ترغبين بترويضه فعليك أن ترضي بسجنه. هذا مجرد تأديب، الحبس المؤقت كفيل بأن يروض عصيان يوزر سيف. سوف يحطم السجن كبرياءه. ومتى ما أذعن لك تطلقين سراحه. استدعيه إلى حجرة الأبواب السبعة. حضرة المباشر، السيدة زليخة تطلب أن تحضر عندها. فلنذهب. فلتحيا السيدة زليخة. فليحيا مباشر قصرنا الشاب والجميل. أرى أنك ما زلت تزهد بالنظر إلي يا يوزر سيف. لقد استدعيتك إلى هنا لأكرر على مسامعك طلبي مرة أخرى. لا تكرري هذا، لأن جوابي لم يتبدل. أما زلت مستاء وغاضبا مني؟ أعتذر عما بدر مني ذلك اليوم. معاذ الله أن أقرب الفاحشة أبدا وأنت لن تنالي مرادك. ألا تعرف أن زليخة لا تفقه معنى كلمة لا؟ أنا أهواك كثيرا، ولن أتوانى عن فعل أي شيء حتى أنال منك الذي أصب إليه. إلى الحد الذي تذيقين فيه طعم النار؟ لن تذوق النار، لا، لكنك ستدخل السجن. لا تجبرني على ذلك. اعقلي يا امرأة، كفاك تشهيرا بي وبنفسك أمام الملأ. الموقر بوتيفار لم يسئ إلينا بشيء، كفاك تلاعبا بكرامته أمام الناس. لم أستدعك إلى هنا لكي تعظني. يبدو أنك مصر على عصيانك. كما تشاء، انصرف إذا شئت، ولكن اعلم جيدا أن زليخة سوف تستبدل قلبها بقطعة من الحجر الأصم. انصرف. لقد أصبح السجن أحب إلي من هذا القصر. بت أمضي أيامي وأنا أترقب كيدهن ومكرهن بي. يتوجب علي أن أبقى حذرا خشية أن يفترى علي. إذا كنت ترفض أن تطيعها وتمكنها من نفسك، فلما لا تلوذ بالفرار؟ سوف أعينك على ذلك. إذا هربت أكون قد أثبتت على نفسي جميع التهم الموجهة إلي. إذا اذهب إلى الملك آمن حوتب الثالث، لا شك أنه سوف يعينك. لماذا آمن حوتب؟ لا ريب أن إلهي أقدر بمراتب من آمن حوتب هذا. إنه يرى مقامي ويسمع كلامي.
ماذا عن بوتيفار؟ ألا يقدر على شيء؟ لقد علم أن زليخة هي المذنبة، فما الذي فعله؟ يجب أن نفعل شيئا، إنهن تهددن بالسجن. فلنفعل شيئا قبل فوات الأوان. تبقى خطوة لم أقدم عليها، لم يبقى سر إلا وأخرجته من صدري، لم تبقى حاجة إلا وأفصحت عنها جهارا، لم أبق سترا إلا وهتكته، لم أبخل عليه بالغنج والدلال. ماذا أفعل؟ نسوة أشراف مصر اللواتي هن من ألد أعدائي أشرن علي بأن أحبسه لأروض عناده وكبرياءه. بما أنك ونسوة أشراف مصر تعانين من داء واحد، فلا ريب أن الدواء واحد. أنا مثلهن أرى أن يسجن حتى يتأدب. أجل أنت محقة، سوف أقدم على ذلك. سوف يرى يوزارسيف وجها لم يعتده من مولاته زليخة، فمحي زليخة المتوهج عشقا سوف يستبدل بوجه سودته نار الحقد. يا عالي المقام، هذا أبو بيس مباشر المائدة الخاص بالملك آمن حوتب. فلتحفظك الآلهة بحفظها. أنا أرى أن السبيل الوحيد للدفاع عن الإله أمون من دون حصول مذبحة يكمن في القضاء على العناصر التي تسعر نار الحرب. أولا آمن حوتب، ثانيا بوتيفار. نحن نبحث عن رجل يكون موضع ثقتنا ليؤدي هذه المهمة فيدخل السرور على قلب الإله آمون. لا لا، أنا لا أستطيع، أنا لن أقتل علي المقام، لن أقتل من كان من نسل الآلهة، إنه يحوز على منزلة نصف إله. لا لا أستطيع أن أفعل ذلك أبدا، لا أستطيع. أنت تعلم جيدا أنني الكاهن الأعظم في جميع معابد أمون، وأحوز أيضا على منزلة نصف إله. أوليس ذنب من كان إلها ونصب العداء لأقرانه أعظم من ذنب سائر الناس؟ ثم إنك بهذا العمل المقدس تكون قد أنجيت آمون الكبير من خطر الفناء وحقنت دماء آلاف الأبرياء. وماذا عن حقن دمائي أنا؟ ماذا عن دماء عيالي وأولادي؟ لن يتهددك وعائلتك أي خطر، أداء هذه المهمة سهل للغاية، سأعلمك كيف تحتال عليه بذلك. هل تود أن تبقى مباشر مائدة متواضعا ما بقي من حياتك؟ ألا يجدر بك أن تكون على خزائن مصر أو رئيس الزراعة فيها؟ أنا على الخزائن؟ رئيس الزراعة في مصر؟ أضف إلى ذلك مئات من قطع الذهب التي ستغنيك عن العمل حتى آخر يوم من أيام حياتك. كم قطعة من الذهب سأنال بالتحديد؟ 1000 قطعة تكفيك. ألف قطعة، 2000 من الذهب. أصدقكما القول، إن لي صديقا داخل القصر سأضطر إلى إشراكه معي، فإذا أخذت 2000 قطعة من الذهب سوف... لا مانع، يجب أن نفيد من ثروة آمون في سبيل حفظه، أليس صحيحا؟ يا عالي المقام،
هب أنني لم أوفق لسبب من الأسباب فقبض علي متلبسا بالجرم. ما الذي سيحل بعيالي وأولادي حينها؟ إذا قبض عليك فإياك أن تكشف علاقتك بي أو بكيموني وكبراء المعبد، وفي المقابل سيكون عيالك وأولادك في حفظ ورعاية الإله أمون. وأما إذا تجرأت وأفشيت السر فستبتلى عائلتك ومعها جميع أقاربك بلعنة آمون، وسيفنون عن آخرهم. عالي المقام، السيدة زليخة تطلب الدخول. هذا العبد الكنعاني قد عصى أوامرك وأذاع ما كان من أمرنا في تلك الليلة. أي مكيدة تدبرين هذه المرة؟ قوليها جهارا. يبدو لي أنك لا تعلم مبلغ فضيحتنا بين الناس. لقد أصبحت الألسنة تتناقل أن عزيز مصر ضبط زوجه مع بعض عبيدها، ولكنه كتم عليهما خيانتهما. لا هو سجن العبد ولا قيده بالحديد ولا حتى ضربه أو شتمه. هل تطلبين مني أن أزوج برجل بريء في السجن؟ أولا هو ليس بريئا، فلقد أذاع السر. ثانيا جئت أحثك لكي تقدم على تدبير شكلي. أي تدبير مثلا؟ لو أنك تدخله السجن لا ريب أن حبس يوزارسيف سيكم أفواه المغرضين الذين يتناولوننا بألسنتهم. ما هو رأي مولاي؟ أحتاج أن أفكر في الأمر. أنت انصرفي، سأعلمك لاحقا. بيناروس، بيناروس أين أنت؟ أنا هنا أبوبيس، ماذا جرى؟ لقد جئت للقاء صديق قديم، فهل تمانع؟ لكنك قلما تزورني في هذا المكان، هل حصل شيء؟ لا أدري ماذا أقول ومن أين أبدأ الكلام. أحيانا يحتاج المرء مساعدة بعض أصدقائه القدامى ليبث لهم شكواه ويمد له يد العون. وكيف أساعدك؟ تعلم بيناروس، أنا رجل ملتزم بديني ولن أسكت على تسفيه آلهة مصر، خصوصا تسفيه الإله أمون الكبير. وأنا لا أقل عنك انحيازا للآلهة. أتطاول أحدهم على أمون؟ أجل، أنت تعرف من تطاول، سمعت وعاينت بنفسك قلة اكتراثه. أظن أنني فهمت ما ترمي إليه، تقصد الملك أمن حوطب؟ لا، شهدنا معا غير مرة هتكه لحرمة الإله أمون الكبير. ما عسانا نفعل، إنه الملك ولا خيار أمامنا سوى التزام الصمت. أبوبيس، ليت الأمر اقتصر على هتك الحرمة، إنه يجهز جيشا لمهاجمة معبد أمون واقتلاع جذور عبادته من ديار مصر. فلترحمنا الآلهة، إذا صح ما تقوله فستندلع حرب بين المعبد والبلاط، وسيفنى خلالها آلاف من الأبرياء. إذن إذا أمكنك أن تحول دون هذه المذبحة وأن تقي آمون والكهنة مما يتربص بهم، فهل تراك تقدم على الأمر؟ هذا مؤكد، لكن الحؤول دون اندلاع الحروب ليس عملنا أنا وأنت. لا يسعنا أن نحول دون أن يتذابح عسكر آمون وأمن حوطب، ولكن بمقدورنا أن نمنع أمر مهاجمة المعبد. لقد جئت إليك لنبحث معا عن حل لهذه المعضلة. تريد حلا؟
أي حل عساه يكون؟ هل أذهب إلى أمن حوتب وأغلق فمه كي لا يصدر الأوامر بالحرب؟ لا نستطيع أن نغلق فم أمن حوتب، لكننا نستطيع أن نخمد أنفاسه للأبد. أقسم بحق الآلهة. أسكت أسكت يا مجنون، أسكت أسكت. هل تعي خطورة كلامك؟ أتراك فقدت عقلك أو أصبت بالجنون أم أنك زهدت بحياتك؟ ديناروس، ألم تقل إنك تود أن تحول دون فناء الإله أمون وحصول مذبحة في مدينة طيبة؟ ها؟ أجل، لكن ما تقوله ليس صوابا. أمن حوتب يحوز على مرتبة نصف إله، كيف سنقتله؟ أمن حوتب ليس بمنزلة نصف إله أبدا. لو كان إلها لما خرج على طاعة آمون وسائر الآلهة. لابد من التفكير مليا قبل أن أوافق على الأمر. سوف أعود إليك غدا، وإذا رفضت أن تعينني فسأبادر بنفسي لأحول دون وقوع هذه الكارثة. لا أطلب منك إلا السكوت. ها؟ السكوت لا غير. سيدي يوزرسيف، سيدي يوزرسيف، سيدي يوزرسيف، عالي المقام بوتيفار يطلب حضورك عنده. ما بكما؟ فهل هي أول مرة يستدعيني فيها الموقر بوتيفار للحضور بين يدي؟ إنها أول مرة بعد الذي جرى بينك وبين السيدة زليخة. لعله يستدعيك لأمر هام. دعكما من القلق، بما أن الله معي فأنا لا أخاف أحدا ولا أحزن. طلبت منك أن تنسى خبر تلك الليلة وحذرتك من أن تذيعه بين الناس. يوزرسيف لا يجحد الفضل أبدا، إنه يرى نفسه مدينا لكم ولا يسعه أن يكون غير مكترث لكرامتكم عند أهل المدينة. هل أذعت الخبر أم لا؟ أنت تعلم جيدا أنني لا أفعل هذا. إذن كيف عرف الجميع تفاصيل ما جرى؟ أنا لم أكن الشاهد الوحيد على ما جرى هناك. أعلم أنني أختلق الذرائع، لم أعد أعرف كيف أصنع معك. أراك صديقا بعين وعدوا بأخرى. أنا أيضا أصبحت لا حيلة لي. لقد بات هذا القصر رغم وسعته ضيقا ومعتما علي. أنا لم أعد أطيق مراودة النسوة ولا طعنات ألسنة المقيمين في القصر. زليخة طلبت مني أن أزوج بك في السجن. حسناً، ما رأيك أنت؟ لقد أحسنت إلي امرأتك من حيث لا تدري. لم أفهم مقصود كلامك. إذا دخلت السجن فسوف يكف المغرضون عن الكلام الجارح والدنيء، وسأكون بعيداً عن السيدة زليخة بحيث يسهل عليها أن تنساني. أضف إلى ذلك أن كهنة معبد أمون سيعجزون عن اتهامك بالتواطؤ مع رجل أجنبي، وأنا بدوري سأتحرر من شراكي نسوة مصر العبثات. هل حقا تختار السجن على أن تكون حرا طليقا؟ لا أحد يختار السجن على أن يكون حرا، ولكن لا حيلة لي. لقد بات السجن ملاذي الوحيد. سأذهب إلى قصر أمن حوتب، سأرى لاحقا على ماذا يستقر رأيي بشأنك. قل لهم أن يجهزوا لي العربة.
بيناروس، ما الذي أصابك؟ لماذا وجهك شاحب؟ وجهي يا عالي المقام؟ لا أنا بخير، أنا لا أعاني من شيء. أبوبيس، ما الذي أصاب بيناروس؟ إنه ليس على ما يرام. لا تقلق يا مولاي الملك، إنه مرهق ليس إلا. تناول طعامك يا مولاي، أرجوك تفضل. توقف يا عالي المقام. لا تأكل من هذا الطعام، إنه مسموم. أيها الخائن القذر، السم في شرابك وليس في طعامي أنا. نعم يا عالي المقام، ألقِ القبض على هذين الخائنين. لا يا عالي المقام، يا عالي المقام، اسمعني يا مولاي. سيدتي، أرجوك أن تغيثيني. ارحمني يا عالي المقام، أنا أتوسل إليكم. سيدتي أرجوك مولاي. مهلا. أريد أن أعرف حقيقة نواياكما. يا عالي المقام، هذا الخائن كان عازما على قتلكم، صب السم في كأس شرابكم. إنه يفتري علي يا مولاي، هو الذي ناولني السم وحرضني على أن أمزجه بشرابكم. حسنا جدا، أمركما بأن تتناولا الطعام والشراب، وإلا سأقتلكما وأحتسي الشراب بجمجمتيكما. أنا لم أضع سما في كأس خمرك يا مولاي، أصدقك القول. لقد حان دورك، كل الطعام وأخبرني عن مذاقه، كله عن آخره. هل رأيت كيف شرب بيناروس الشراب كله؟ هيا. يا عالي المقام، لا يا عالي المقام، لقد أخطأت، ارتكبت الخطيئة، اصفح عني بحق الآلهة، أرجوك اعفو عني. خذوهما. أرجوك يا عالي المقام، سامحني يا مولاي. اشفع لنا يا مولاتي، اصفح عنا يا مولاي، سامحنا سامحنا سامحنا. خيانة خيانة، ثمة من يدبر المكائد لي من داخل قصري. اضربوا عنقي هذين الخائنين حتى ينالا جزاء جريمتهما. أمر مولاي الملك مطاع دوما، لكنني أرى أن نتريث قليلا. تريد أن نتريث؟ هل تراك تمهل الخائنين؟ لا يا مولاي، يجب أن نتأنى قبل الإقدام. أقترح أن نتريث ريثما نقبض على عوانهما. لا ريب أن هذين كانا ينفذان أوامر صادرة إليهما، وليس من تلقاء نفسيهما. تحرى لي عن مصدر التحريض وأطلعني على النتيجة، أنا في الانتظار.
حسنا، أريد أن أسمع منكما تفاصيل المؤامرة. تكلم يا أبو بيس، من هم الذين حرضوك لكي تضع السم في الطعام لتقتل أمن حوطب وسائر أفراد العائلة؟ لا أحد، أقدمت على الأمر وحدي يا عالي المقام. لماذا؟ هل أساء إليك أمن حوطب بفعل أم قول؟ فعلتها لأنني سمعت الموقر أمن حوطب يأمرك بأن تغير على معبد الإله أمون لكي تدمر أمون ومعه كهنة معبده بضربة قاضية. قلت سمعت؟ كيف؟ وممن؟ لم أسمع من أحد، سمعته بنفسي. أجل سمعته بنفسي، كنت أقف خلف باب مدخل القصر فسمعت كلامه. تكذب. حينها تعمدت أن أتفقد ما وراء باب المدخل خشية أن يسترق أحدهم السمع. لا بأس، سوف تجهر بالحقيقة لاحقا. وأنت تكلم. أنا لا علم لي. بالأمس جاءني أبو بيس وقال لي إن أمن حوطب قد أمرك بمهاجمة آمون ومعبد مدينة طيبة لتدمرهما، ثم حرضني على أن أضع السم في شراب عالي المقام، لكنني لم أفعل ذلك. رأيت كيف أنني سلمتك السم الذي أعطانيه. هل كلمك أحد آخر بشأن قتل الملك؟ أو هل رأيت أحدا يكلم أبو بيس بهذا الخصوص؟ لا، لم أرى. أنا لم أرى أحدا غير أبو بيس سيدي. سنعثر عليهما في القصر. سنبادر إلى تسريحهما إلى سجن زاويرا سرا، ومن غير أن تكشف هويتهما على الإطلاق. هل هذا مفهوم؟ الأسود والأبيض، الحر والعبد، الرجل والمرأة، كلهم أبناء آدم، وقد خلقهم الله جميعا بمنزلة واحدة. لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى والفضائل. كلماما، قلما تأتي إلى حيث يقيم العبيد. لا ريب أن ثمة أمرا خطيرا. هل يسعني أن أكلمك على انفراد؟ السيدة زليخة قصدت زوجها بوتيفار وطلبت إليه أن يزج بك في السجن. عليك أن تستنقذ نفسك قبل فوات الأوان. وماذا عسي أفعل؟ يكفي أن ترمق السيدة زليخة بعين الرضا، حينها سيصلح كل شيء. أسمع كلام الشيطان يخرج من فيك. لقد سلطكم الشيطان علي، ثم بذر في صدوركن بذرة الحقد علي، فما دمتن مطيعات للشيطان لن تخمد نيران هذه الفتنة، ولن ترين مني إلا الصد والعصيان. أنا جاهز.
نعلم أنك بريء ولا ذنب لك. أيها الشاهد الصغير، إنهم يتجاهلون شهادتك الحق، وها هم يسوقونني إلى السجن. إنني راض برضا الله، ربما كان هذا قدري. اعتني به جيدا. هذا ما تجنيه حينما تصر على التمرد على أسيادك. بل ابتليت بالسجن والأغلال لأنني أطعت سيد السادات ولم أعصي له أمرا. إنه أشد ما يبتلى به المخلصون من عباده ليرفعهم درجات. ولكن كيف سنستطيع أن نصبر على فراقك سيدي؟ دعك من القلق، السجن عندي بمثابة الخلاص من المحنة. أحمد الله ربي الذي استنقذني من سجن هذا القصر ومن سجانيه. رئيس السجن زافيرا كيدامين من أعز أصدقائي، سأوصيه بك. إن أعز أخلائي موجود في سجن زافيرا أيضا، إنه الذي خلق صاحبك كيدامين، لا حاجة بي إلى التوصية. Ha ha ha!